إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كم واحد يا أخوة دول؟ الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين إيه؟ يبقوا كم قيس؟ ستة. إيه الخبر عن دول كلهم كده؟ قال إيه عنهم؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. لكن لم يفصل بينهم، يبقى في خلاف، في معركة بينهم. ما اللي هيفصل يعني؟ لازم في إيه؟ معركة. وفي آية تانية برضه، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن لسه برضه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. الله. وفي آية تانية آية من دول بتقدم الصابئين خلاص، وآية بتأخر الصابئين. يعني الآية إحنا عندنا كم؟ الذين آمنوا هيك خليكم وياي، والذين هادوا، والنصارى. الترتيب ده ماشي في كل الآيات. وبعدين مرة يقول إيه؟ والنصارى والصابئين، ومرة يقول والصابئين والنصارى، ومرة برضه يجيب والصابئين الأول بس مش والصابئين، يقول والصابئون في سورة المائدة، فيه في البقرة، وهنا في سورة الإيه؟ المائدة. يبقى احنا عندنا ثلاثة ما فيش فيهم خلاف، اللي هم مين؟ ايه؟ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. النصارى مرة جت في قبل الصابئين، والصابئين جت مرة تانية قبلها. يبقى فيه والنصارى والصابئين، وفيه ايه؟ والصابئين والنصارى. وفي آية تانية جابت الصابئين الأول بس عملت والصابئون، مش منصوبة بالايه؟ لا مرفوعة بالايه؟ بالواو. يبقى ثلاث آيات في القرآن، في البقرة وفي المائدة وهنا. المسألة دي عايزة كلام يعني. إزاي بقى؟ قال لك أما الذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والبتاع دول اللي كانوا قبل إيه؟ اللي كانوا قبل كده. طب إيه الصابئين؟ الصابئة هم جماعة كانوا على دين إبراهيم وبعدين عبدوا الكواكب خلاص كده، اسمهم صبأوا يعني على الدين الحق. والمجوس دول عبدوا الايه؟ النار. والذين أشركوا اللي هم طوع الأصنام والأوثان. طب ايه حكاية انه يقدم الصابئين مرة والنصارى مرة ويقول والصابئون المرة الثالثة؟ ايه الحكاية؟ أما قال لك لأن الصابئة النصارى فرقة كبيرة ومعروفة، لأن لهم نبي إيه؟ عيسى. طب والصابئين ده جماعة كانوا أتباع نبي وطلعوا عملوا لهم إيه؟ رأي لوحدهم وعقيدة لوحدهم، فهم قلة. لكنهم كانوا قبل النصارى، فإذا راع الزمن قال والصابئين والنصارى، وإذا راعى الكمية والكثرة والشهرة يقول والنصارى والصابئين. يبقى إذن في التقديم هنا له معنى والتأخير له إيه؟ فالذي جابهم واحدهم كده يهود ونصارى وبعدين الصابئين جم، نقول له لا ده الصابئين جم قبل النصارى، يقول إذن والصابئين والنصارى جاءت بالترتيب الزمني. ولكن لما يقول والنصارى والصابئين يبقى جاب الإيه؟ الكمية والحالة العامة. طب وكلمة والصابئون وبعدين يجيب النصارى، قدم الصابئين بس أخذت حكما لوحدها مش معطوفة، لأن المنصوب معطوف كان ينصب بإيه؟ بالياء، هنا بقى بالواو وهو يبقى مرفوع. يبقى إزاي يوسط مرفوع بين منصوبات؟ إن الذين آمنوا حضرت إيه؟ على النصر، والذين هادوا بالنصر، والصابئون بقى إزاي هتيجي؟ يبقى معطوف مرفوع على منصوب وبعدين يجيب منصوب تاني. قال لك شو بقى، ما دمت انت قلت انه حين يقدم النصارى بينظر الى كميه وشهره الدين ولانه نبي على طول كده، انما دوكم كانوا مسلوقين من اتباع نبي خلاص. وان اراد بقى المعنى التاني هم يقدم دول، يبقى ده التقديم له هنا معنى والتقديم هنا له معنى. فالايه الثالثه هتيجي على اي وجه؟ يا
يعني يقدمها ولا يأخرها؟ قال لك يجمع فيها تقديم وتأخير معا. ازاي يعني تقديم وتأخير معا؟ قال لك اه، قال لك لان لما اقول والصابئون وهي مرفوعة مع ان الكلام قبل نصب وبعده نصب، يبقى دليل على ان ما يعطفش المرفوع الا بعد الجملة ما تتم، فكأنها في المعنى ان الذين امنوا والذين هادوا ايه والنصارى والصابئون كذلك، يبقى بيعطف جملة، فجبها قدمها في اللفظ وأخرها في المعنى فجمعت القراءتين، فجمعت ايه القراءتين، يبقى تانه احنا عندنا الذين هادوا الذين امنوا والذين هادوا ايه والنصارى، النصارى جت مرة قبل الصابئين والصابئين جت قبل الايه النصارى، فإذا قدم النصارى نظر إلى أنهم أتباع نبي مباشرة وجمهرتهم كتير، وإذا قدم الصابئين فلأن زمنهم قبل مين؟ قبل النصارى. فالآية الثالثة هتيجي مع مين؟ تيجي على الزمن ولا تيجي على الاثنين؟ يوم يعملها إزاي؟ يوم يخليها مرفوعة، تقوم أنت لما تشوفها مرفوعة تقول الله ده معنى مرفوعة ما يمكنش الرفع إلا بعد تمام الجملة، يبقى أكنه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك، يبقى عطف جملة الصابئون عطف إيه؟ يبقى أكنها في المعنى مؤخرة ولا مش مؤخرة؟ ولكنها في اللفظ، ويبقى خد من هنا التقديم ومن هنا الإيه؟ ومن هنا التأخير. خلاص؟ تعال بقى الخلافات اللي بتنشأ حول الأديان. فيه قوم يؤمنون بالإله ويؤمنون بالنبي المبلغ عن الإله، لكنهم يختلفون فيما بينهم في أشياء، زي مثلا المعتزلة وأهل السنة، زي الجبرية والقدرية، مؤمنين برسول الله ومؤمنين بالله، إنما بيختلفوا في إيه؟ ده يثبت الصفات وده ينفي الصفات، وده فيه جبر يقول لك أنا مجبور على كذا، وده فيه قدر يعني، إنما هم مؤمنين بمين؟ يبقى هم مؤمنين بالله الفاعل المختار، ومؤمنين بمين؟ بالرسول، لكن بيختلفوا في حتت جايبها النبي، كل واحد بيجيب رأي ليه. ادي واحدة، في ناس مؤمنين بالإله الفاعل المختار ولكنهم يختلفون في النبي، يختلفون في ايه؟ في النبي، موسى ولا عيسى ولا محمد، يبقى الاختلاف في مين؟ الإله الفاعل المختار كله معتقد ولا لا؟ معتقدين، انما مختلفين في مين؟ بس في النبوة دي حق ولا لا؟ محمد حق، موسى حق، عيسى حق، ام قال لك وقد تكون تنبؤا مدعا، زي المجوس مثلا اللي بيعبدوا النار، نبوة ايه؟ مدعاة، زي اللي بيعبدوا اسمه ده كونفوشيوس، واللي بيعبدوا اسمه بوذا، واللي بيعبدوا، يبقى عرفنا دلوقتي الاول هم جماعة متفقون على الإله المختار ومتفقون على النبي، إلا أنهم يختلفون في بعض الجزئيات في خلق الأفعال وتثبيت الصفات وإلى آخره، زي الجبرية والقدرية وزي المعتزلة وأهل إيه؟ وأهل السنة. وفي ناس يتفقون في الفاعل المختار ويختلفون في الإيه؟ في النبي. لا يقولوا إيه؟ إحنا متفقين على ده، مختلفين عند النبي. نقوم نقول له طيب النبوة دي صدق ولا كذب؟ فإن كانت صدق أدي نوع، وإن كانت كذب أدي إيه؟ أنو. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك فيه ناس لدولي ولدولي ولدولي بيعبدوا شوية حجارة وشوية إيه؟ وشوية أصنام. يبقى إذن اللي بالمشركين دول هم عبدة مين؟ والمجوس عبدة إيه؟ متنبئ، واحد بيتنبأ. واليهود والنصارى والصابئة عبدة إيه؟ برضو كانوا تابعين للنبي بس انسلخوا وعبدوا مين؟ الكواكب، انما كانوا تابعين النبي. وبعدين اليهود والنصارى دول تبع انبياء ومن بالفعل الايه المختار. يبقى الخلافات كلها في كم حاجه؟ سته. اما قال لك دول حكمهم ايه بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم؟ قال لك في جماعه وقبل ظهوره محكوم عليهم بالفساد اللي هم بيعبدوا الاصنام، ده مع كل رسول دول ما ضيعين، واللي بيعبدوا النبوة المدعاة كلهم ضيعين، إنما التانيين بقى اللي هم بقى اللي بيؤمنوا بإله فاعل مختار وبيؤمنوا بنبوة وبنبوة صادقة، نقول لهم تعال الله عمل آخر الأمر تصفية لهذه المسائل،
اللي كان يهودي قبل ما يظهر محمد او من النصراني قبل ما يظهر محمد خلاص. وما دام امن اللي هي الايمان الاول ده الذين امنوا والذين هادوا كله كان دي تصفيه زي ما نقول اوكازيون ايماني انتهى كل شيء من اللي فات فات ودلوقتي ابتدانا ايه. ولذلك قال من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. مش لانه كان يهودي نعاقبه ولا لانه كان مسيحي ولا نعاقبه ولا كان مجوسي نقول له لا ابدا. المساله تصفيه النهار. احنا ولاد دلوقتي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا عندنا قضيه في الاديان التي سبقت النبوه المحمديه. اذ اخذ الله ميثاق النبيين قال ايه؟ لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا ايه؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اذن فالمفروض في كل نبي انه قبل انه لما يجي يقول حيجي نبي صفته كيت وصفته كيت ومن امن به ساعه ما يجي له يؤمن به وياه. يبقى كان مطلوب من ايه؟ ولذلك موسى وعيسى نبههم على وجود الايه النبي بدليل انه ايه ان قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى كانوا معروفين عرفوا منين نبوتهم؟ قال النبوه ايه. فكان مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين وجمع الاديان كلها وزاد ما زاد مما تقتضيه اقضيه العصر الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه. فهنا تصفيه استأنفوها بإيمان واستأنفوها بعمل الايه صالح يبقى لكم اجركم عند ربكم ولن ما تطعنش فيكم انكم كنت يهود سابقين ولا نصارى سابقين ولا مجوس سابقين ولا كنتم مشركين حتى سابقين برضو عن ايه نسبه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا هنا الآدي ديك بقى من آمن بالله وعمل صالحا الآية الثانية إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ده بيدي الحالتين الاثنين إما أن تتفقوا على الرسول ده بتاعه أو تختلفوا. فاللي اتفقتم يبقى لكم أجركم إن عملتوا صالح ومش عارف هنا وإن كان في اختلاف يبقى فيه فصل بقى بينكم من يشوف من اللي محقوق ومن اللي عليه الجزاء ومن اللي ياخذ الإيه ومن اللي ياخذ. فكأن الآيات تعرضت إلى أمرين وجود الديانات سواء كانت حق ولا باطل وان رسول الله جاء تصفيه للمساله العقديه في الكون. فهي الناس ان امنتم به المساله بتاعتكم بتاعت زمان خلاص نسيناها وان ما كنتوش هتامنوا سنفصلوا ايه بينكم. يبقى دي لايه اذا اختلفتم معهم ودي كايه الايه اذا اتفقتم. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يفصل بينهم في إيه؟ أم قال لك الفصل ده إما فصل أماكن وفصل جزاءات ولا يحكم بينهم ويقول أنت كذا وأنت على باطل وأنت على كذا كذا كذا. قال لك ما هي هتؤدي إلى اختلاف الأماكن. لما يفصل في الحكم راح تؤدي إلى اختلاف الإيه؟ إلى اختلاف الأماكن. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. تعالوا إن الله يفصل يبقى هو الحكم اللي هيحكم. والحكم ده عايز حاجتين اتنين يبينه يا شهود. الشهود لازم يكونوا عدول. معنى عدول يعني لهم دين ما يخليهمش يميلوا عن الحق. لكن اللي بيحكم مش عايز الشهود لأنه شايف وعارف كل حاجة. ومن العجيب ان فصل الحق سبحانه وتعالى فصل توجد فيه كل السلطات. السلطه الايه والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه. انما انت قد تحكم وبعدين التنفيذي يتعطل. انما قال لك لا انا بعمل ايه بشرع واعمل ايه واحكم وانفذ. مش هتتلاكع هنا في السراديب دي ولا تروح كده ولا تيجي كده ولا ابدا. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. ان الله على كل شيء شهيد. ومش هنفصل بينهم على غمام. ده احنا نبهنا من الاول وقلنا يا ناس فكروا كويس ان المساله مش هتمر كده بل لابد فيها من ايه من فصل. يبقى اذا يبقى ادى الاعلام الاول ولا لا؟
لانه ما دام هيجي يجرم ويعاقب يبقى لازم يعمل ايه؟ يبقى لازم اعلام، لازم نص.